السلام عليكم خوتي، أنا ما كنتم وحيث موجدتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما راكم تشوفوا هنا يا هذه تشيبس البريطانية المعروفة الوالكرز تشيز ان اونيون، يعني جبن وبصل، هذه يعني فليفر تاعها. هنا هذه معروفة يعني تشيبس فرنسية، نفس الشيء التجربة راح تشوفوها، نفس الشيء جربته في الجزائر. يعني هذه التجربة جربتها سنوات، يعني فقط يعني الناس هذول ياكلوا اولادهم هذا اللي اعتبروا بلاستيك. لذلك انصح الاباء والامهات مليح ان ياكلوا اولادهم يعني اكل صحي، وهكذا يعني هذه مسؤوليه الاباء، مسؤوليه الجميع، حتى الكبار. يعني يقول لك في بعض الاحيان ناكل هذه وتشوف يعني المكونات اللي فيها، وراح تشوفوا التجربه الان. يعني راح نوريكم على التجربه هذه. راني جبت هنا الماء باه نطفي النار في مكان آمن، ونتمنى ما شاء الله هذه التجربة ما على كل حال بالك الناس يعرفوها، لكن ما يديروهاش في الدار وخلاص. المهم أنا فقط أني درت، هي ماشي حاجة كبيرة، لكن نوريكم إن شاء الله وش يصرى بعد. يعني هذه الناس اللي تاكل التشيبس، يعني لذلك أنصح يعني الجميع بتناول الأكل الصحي والخضروات والسمك وإلى خير ذلك. يعني هذه أمور صحية، الأكل الصحي مهم جدا، الأكل الصحي مهم جدا. تابعونا، نبدأ بالتجربة الأولى مع تشيبس الووكرز المعروفة البريطانية هذه. يعني الناس أطفال يموتوا عليها هنا خاصة. المهم هذه الأبناء الجالية على كل حال. ومهم راح نجربوا التجربة الأولى. شوف بعد ما فتحنا الكيس يبدو لذيذ هكذا، لكن شوفوا ماذا يحدث. نبدأ بهذه، شوف قربوها للكاميرا. شوف شعلت فيها النار وتشم رأى كان ريحة كارتون، ماشي تشيبس يعني. ها فقط ها اي واحد يدير عمل آمن كيف يجوك لي طفاه هناك يدير تشيبس. شوف ها يعني شوف ها جبت الماء حتى اطفيها. شوف حتى يعني حتى يكون يعني المهم لا ما تضربها في الدار، لكن يعني مليح. شوف الانسان بعد تشوف واش راكم تاكلوا. ها زيدوا كروا. ها شوف هذه جبت يعني بان شعل. شوف ها شوف خالتي ها شوف واش راكم تاكلوا. يقول لك تاكل في الكرتون. ها شوف سبحان الله، شوف الدخان. المهم هذه مع التشيبس البريطانية، نروحوا للتشيبس الفرنسية. الآن هذه التشيبس الفرنسية معروفة لايس، هي طبيعية طبعا، مكتوب فيها طبيعيا. نفتحوها ونشوف. نجربوا نفس الشيء مع التشيبس هذه الفرنسية. جيبوا عينة ها جزء هذه زعما طبيعية. ها كلها كالكرتون إخواتي، يعني لا فرق بين التشيبس الجزائرية ولا البريطانية ولا الفرنسية ولا الإيطالية، راكم تاكلوا وتاكلوا أولادكم في كرتون. لذلك أنصح الأباء والأمهات باش يطيبوا لأولادهم. وبارك الله فيكم وإخواتي إن شاء الله هكذا. يعني شوف مهم هذه إن شاء الله التجربة اللي خابي يأخذ بها والله يستفاد منها، وإن شاء الله يعجبكم الفيديو. والسلام عليكم. طفوا النار المهم خاوتي، فقط يعني التجربة ربما الناس يعرفوها، لكن في الإعادة فادة، وإن شاء الله نفيدكم ونستفادوا منكم. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.